أخبار اليوم. المدن الإسعاف، حتى عربيات الإسعاف في كل وحدة محلية تتحرك وتساعد الناس، عربيات صغيرة تساعد الناس اللي هي يعني المصري على فكرة مش محتاج حد يحرك، الشاب بيشوف واحد كبير بيساعده، دي موجودة عندنا. فاللجان زي ما أنا شايف، أنا شفت سيدة يمكن واخ معوق جدا، وده اللي بيحزنني جدا يا أستاذ محمد، شاب قاعد كل اللي عامله قاعد على الفيسبوك وقاعد يلطم ويلطم اللي حواليه، شفت شاب يعني معوق ومتبهدل جدا طلع دور تاني عشان يصوت في اللجنة الانتخابية. دي رسالة فني لكل الشباب، أعتقد أن معاذ الشريعة وغيرها طبعا لمصلحة مين اللي أنت تقعد؟ لا مش من مصلحة حد، ما أسهل أن أنا أقعد، ما أسهل أن أنا أقول لا، لكن لكل إيجابي، إحنا عايزين نبقى إيجابيين ونختار صح لمصلحة الوطن. يعني هي الكلمة الأخيرة سهر التي سوف ألتقطها من الدكتور رضا عبد السلام.